النهارده بتمر علينا ذكرى رحيل الفنان الكبير جميل راتب اللي قدم مسيره فنيه عظيمه مليئه بالادوار المهمه اللي فضلت عايشه في وجدان الجمهور المصري والعربي. جميل راتب كان معروف بلقب شرير السينما الانيق، وده بفضل قدرته على تقديم ادوار الشر بلمسه فنيه جميله جدا ومختلفه خلت منه واحد من اهم واكبر نجوم السينما العربيه. جميل راتب بدأ مشواره الفني في الأربعينيات وشارك في أكتر من 75 عمل في فرنسا، منهم 15 فيلم عالمي لرأس العرب كان واحد منهم، وقدم للسينما المصرية حوالي 80 فيلم. خلونا نشوف مع بعض محطات في مسيرة الفنان راحل جميل راتب. أنا مش قلت لك إنها هتصطاد زبونها وترقي نفسها؟ عشان ده مطبوخ من أصله، مفيش ريحة المخدرات خالص، مش مشغول. أنا بقول لسيادتك عايز أخرج، مش أتحبس. في مصر، القاهرة، هناك الناس ما تعرفش بعضيها ومحدش له دعوة بحد. تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان جميل راتب الذي ترك بصمة فريدة في السينما المصرية والعربية بأعماله المتنوعة والمميزة، ونال العديد من الألقاب منها شرير السينما الأنيق وعبقري السينما العربية، واستطاع أن يمزج بين ملامحه الحادة وخفة ظله ليقدم أدواراً لا تنسى. كنت فاكرني مغفل وبشتري كيلو الحنة بألف جنيه. العفو أبهظ بيه، هو كل من ركب الحصان خيال؟ لا طبعاً، ولا كل من مسك الحنة طباخ. أنا بدفع تمن الطبخة الحلوة المسبكة اللي بنخم بيها الأرياف ونبيعها شعبي. ولد جميل راتب في 28 من نوفمبر عام 1926، وبدأ مسيرته الفنية في الأربعينيات، وكان من أوائل نجاحاته مشاركته في فيلم أنا الشرق عام 1946. دي فرصتنا الوحيدة، لازم ننجح بأي ثمن. مستعدين؟ توكل على الله. لم يقتصر مشواره الفني على مصر فقط، بل امتد إلى السينما الفرنسية حيث شارك في أكثر من 75 عملاً منها 15 فيلماً عالمياً. على مدار مشواره قدم للسينما المصرية ما يقرب من 80 فيلماً، أبرزها حب في الزنزانة، البريء، والكيف، واختير الثلاثة من أفلامه ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري، وهي على من نطلق الرصاص، والصعود للهوية، والبريء. ما لازم يهرب. تهرب تروح فين يا ابني؟ الكلاب تاكلك، ولو نفدت من الكلاب مش هتقدر تمشي في الصحراء أكتر من 100 متر. بيتك لدخل. حصل جميل راتب على العديد من التكريمات، منها جائزة الدولة من الرئيس الراحل أنور السادات، وتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2005، بالإضافة إلى مهرجان قرطاج من الرئيس التونسي عام 2017، كما كرم من منظمة الأمم المتحدة للفنون عام 2018 بمناسبة عيد الأب. أوعد أقول الكلام اللي قاله لك. القضية اللي أصرف ورحل جميل راتب عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018 بعد صراع مع المرض، ليظل في ذاكرة الجمهور فناناً مميزاً بأدواره الاستثنائية.